نعم مشاهدينا، رحبوا وياي بالمبدع وبمصمم الفيديوهات والمصور منصور المنصوري. اهلا وسهلا فيك يا منصور. الله يطول عمرك، شاكر لكم الاستضافه. الله يسلمك ويا مرحبا بك. بدايه خلنا السؤال التقليدي، السؤال البديهي اللي متعارف عليه، متى بدات التصوير؟ متى بدا شغفك في التصوير وصناعه الفيديوهات والافلام وما الى ذلك؟ الأمانة أنا كنت أولاً متخصص في المونتاج، ما قد مسكت كاميرا أبداً، وكان الكلام هذا تقريباً في بداية 2010 لين 2011، وتركت الموضوع. وصادف أن في سنة 2019 صار موقف بيني وبين مديري في العمل، وكان شوية متضايق، فدخلت عليه في يوم من الأيام وقلت له إيش فيك متضايق؟ راح قال لي يشتكي من أمور الدوام والأمور المتعلقة في العمل. فسكت منه وقلت له كل ما كنت أمزح فيها، قلت له إيش رأيك أخليك أفضل مدير على مستوى المدينة؟ هني ما 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 أخذ الموضوع بجدية. رحت سكت شوية وعقب قلت له إيش رأيك أخليك أفضل مدير على مستوى الدولة؟ قال لي شو بتسوي؟ قلت له أنا مخرج، بسوي لك فيلم أو فيديو يظهرك بطريقة مختلفة تخلي الناس كلها تستغرب من الأشياء اللي تسويها. وهني كانت البداية، كانت تجربة أني أخذ كاميرا وأبدأ أصور فيديو في العمل، ومنها انطلقت في جميع المجالات. بس لا، أعطنا تفاصيل. أنت الحين بديت شوقتنا في القصة، فلا توقف وتنهيها تقطعها علينا، أكمل شو اللي صار وكيف كان الموقف، شو اللي دخل أنه متضايق وأنك أنت تبغي تطلع أفضل مدير في المدينة أو في الدولة ما إلى ذلك، يعني أعطنا تفاصيل أكثر. لما دخلت عليه كان جاي من اجتماع على مستوى المدينة، وكان جهة العمل اللي احنا نداوم فيها كانت ماخذة تقريبا مركز متدني في المؤشرات والإحصائيات، فكان متضايق من مستوى العمل بشكل عام. الفكرة لما جتني كنت على أساس أني أرفع معنوياته، ما كنت جاد في الموضوع فعلا، لأني أنا ما عمري صورت، بس كان عندي رؤية فنية في الموضوع هذا ومتمكن شوية في المونتاج. فعرضت عليه الفكرة، وجاني الأسبوع اللي عقبها قال لي تعال كيف راح تخليني أفضل مدير على مستوى الدولة؟ فقلت له هل أنت فعلا جاد أني أسوي هالموضوع هذا؟ قال لي نعم، أنا بعطيك كل التصاريح وتوكل على الله. وهني بدأت، رحت خذيت كاميرا، صورت فيديو ل 120 موظف، استمر التصوير تقريبا قريب شهرين أو شهرين ونص تحديدا، لأن إحنا نداوم في شفتات، فكنت أي الصبح وهذا، وكنت حريص أن كل الموظفين يشاركون. بعد ما أنجزت الفيديو زارنا مدير القطاع كامل، انصدم يوم شاف الفيديو. لما قلنا له احنا بنعرض عليك فيديو، هو توقع في البداية ان احنا ماخذين لقطات جاهزة من النت ومنتجناها، فلما شاف الفيديو انصدم ان الممثلين هم الموظفين. الفيديو كان عبارة عن مشهد كامل، الموظف يصحى من بيته ويروح يعيشكم شو يصير في الدوام حرفيا، يعني مش الخدمات، لا، حياة الموظف داخل الدوام، وكانت بطريقة شوية سينماتيك وفيها شوية ساوند افكت وموسيقى، فعطينا حياة للفيديو، فالكل كان مستغرب. والله أنا قاعد أتخيل الفيديو، والله الفكرة كانت شوية جديدة علينا. فعقبها مدير القطاع أخذني عنده، ومنها انطلقت للعاصمة وبديت أتوسع. وبعدين دخلت جائحة كورونا، كنت مكلف أني أصور عمليات التعقيم. عقبها انطلقت مع الفرق التطوعية، حاولت أني أوسع مجالاتي. وبعد فترة تخصصت في تصوير المدن، شفت أن المجال اللي أنا أحبه فعلا تصوير المدن، أحاول أني أعرض لك مدينة كاملة في دقيقة أو دقيقة ونص بأسلوب معين باستخدام نظم تصوير متخصصة. وهني الناس تقريبا انتبهت لي، لأني كنت أحاول أني أعرض الفيديوهات بطرق مختلفة، وزرت منها مدن كثيرة، منها الفجيرة وخرفكان والعين ورأس الخيمة ودبي وبوظبي. وبعدين بدأت أنطلق خارج الدولة، صور دول، حتى الفيديوهات اللي سويتها في خارج الدول كانت تلاقي صدى طيب عند أهل الدول نفسها، فالحمد لله. وبعدها توجهنا للتدريب، وهني كانت البداية من هالموقف اللي صار بيني وبين مديري. ما شاء الله عليك، موقف جميل حقيقة، موقف يعني اندل فما يدل على شخص واثق في نفسه، واثق في قدراته، واثق في اللي حواليه. أكيد أنك تصور 120 موظف وفيديو كامل وفيديوهات، مش بس فيديو، يعني برافو عليك، يعطيك ألف عافية. خلنا نروح شوية لجانب آخر منصور، وهو يعني جانب التصوير. حقيقة
سؤال دائما يتردد على الأذهان، شو الفرق بين التصوير بالتليفون؟ اليوم التليفونات المتطورة الحديثة كل ما ينزل تحديث جديد وكذا فيما يخص الكاميرات، تحسه أنت مالك في التصوير، ولا أنك فنان في التصوير، ولا تفهم أصلا في التصوير، ولا التليفون يجيك تصور الصورة تطلع حلوة كيف في الإعدادات والأمور مثل هذه. لكن السؤال اللي دائما يطرح حقيقة، شو الفرق بين تصوير في الكاميرا وتصوير في التليفون؟ وهل هناك فرق فعلا، ولا نفس الإعدادات اللي موجودة في الكاميرا هي نفسها موجودة في التليفون، ولكن فرق كيف تستخدمها فقط؟ إذا أخذناها كمقارنة أو كمسميات، هي كاميرا ضد كاميرا مركبة في التليفون، يعني المقارنة بين كاميرا وكاميرا. كمواصفات يعني إحنا نظلم الكاميرات إذا قارناها بالكاميرا الموجودة بالتليفون، في فوارق شاسعة. ولكن دائما ينطرح سؤال، أنت المحتوى مالك وين راح تقدمه؟ إذا كان عرضك على مستوى السوشيال ميديا، فالتليفونات وصلت لمراحل متطورة ومتقدمة تعطيك. ولكن أنت كشخص حاب أنك تدخل المجال هذا بروفيشنال، وأنك يندفع لك مقابل على التصوير اللي أنت تصوره، فلا، أنت محتاج كاميرات معينة ومتخصصة وكواليتي معين، خاصة إذا كان شغلك على مستوى عالي. غير كذي توثيق الفعاليات سواء بالتليفون أو بالكاميرا، الكاميرا لها هيبتها، لها قوتها وحضورها. التليفون سهل يعطي نتائج أوكي، ولكن ما يلغي الكاميرات، يعتبر بديل جيد فقط لكن لا يلغي الكاميرات. الكاميرات بس، لأنه هو كمستوى الكاميرات أفضل بمراحل، ولكن إحنا لأن توجهنا في السوشيال ميديا، فالتليفونات الذكية متخصصة في السوشيال ميديا، في الإعدادات اللي تعطيك أفضل كواليتي بس في السوشيال ميديا. لكن أنت لو جيت توصل لمراحل أو تخصصت في المجال هذا، راح تلاحظ أن في فرق كبير بين الكاميرات والهواتف. وسهولة بعد، لا تنسى بلس على هذا، أنا سهولة تليفون في يدي اليوم، أنا حصلت لي موقف، حصلت لي سيلة من تليفوني صورته، لكن إني أروح أتعنى مثلا أبطل سيارة ولا أروح البيت وبطل كاميرا وركب العدسة وشيل العدسة. هي في مميزات للتليفون في مميزات للكاميرا، لكن إحنا لو في النهاية نطلع نشوف المحصلة. المميزات تكون لصالح المصور، أنت شو تبى تصور، كيف بتصور. مش معقولة تدخل فعالية رسمية وأنت كمصور فعاليات معتمد تمشي قدامهم بالتليفون طبعاً. الكاميرا عندك لها هيبتها وقيمتها، ولكن في النهاية الناس راح تشوف الفوتج. ممكن أنت عندك كاميرا غالية وكاميرا بمواصفات عالية، لكن ما تعرف تستخدمها أو ما عندك الرؤية الفنية، ويجيك صاحب التليفون يختار الزاوية الصح مع الإضاءة الصح وتطلع روعة، ويطلع بكواليتي حتى الناس ما تقدر تميز، لأن في النهاية شاشة السوشيال ميديا تخدع، ما تقدر تعرف من تمرات، ما تقدر تميز إلا الشخص المتمكن في الفيديو أو الشخص اللي عارف فعلا في الكاميرات. أما المشاهد العادي في النهاية يشوف الصورة واضحة ويشوف الكواليتي رائع، زائد أن شاشة التليفون تعطي جمالية، خاصة إذا أنت صورت بالتليفون. يعني كل جهاز تليفون لما تتصور فيه في معالجات، والشاشة نفسها تساعدك أن الصورة شكلها يطلع حلو. انقلها على جهاز الكمبيوتر اللابتوب راح تشوف الفوارق. طيب منصور، كيف يمكن استخدام الفيديو في توثيق الفعاليات بشكل فعال؟ ما هي أهمية توثيق الفعاليات أيضاً باستخدام الفيديو من وجهة نظرك؟ التوثيق بشكل عام صار جزء من حياتنا. اليوم أنت حتى كموظف في أي مكان لازم توثق شغلك العادي اللي أنت تسويه عشان تقييمك، عشان الأمور هذه. فأنا لو بعطيك إياه باختصار بسيط جداً، أنت لو صاحب مجال عمل أو شركة، دخلت على موظفك ودخلت عليه وهو مطلوب منه كذا شغلة، صحيح، دخلت لقيت أنه أنجزها، راح تقول له شكرا أو يعطيك العافية. ولكن لو شفتها بفيديو، لو شفت أن الموظف مثلا طالع من بيته متضايق أو اختربت سيارته وعانى عشان يوصل الدوام وعشان ينجز عمله بطريقة سينمائية مع موسيقى معينة، راح تتأثر، راح تقول حرام هذا الشخص يحتاج مكافأة أو شيء. نحن هني في الفيديو في التوثيق أو بشكل عام نلعب على المشاعر، نحاول نقدم للمشاهد شيء ما يقدر يقدمه أو يشوفه بعينه العادية. كل ما قدمت أنا للمشاهد شيء ما يقدر يشوفه بعينه العادية أو بالطريقة العادية، أنا أكون أبدعت أو استخدمت جهازي بطريقة صحيحة، خلنا نقول. نعم. طيب الأسرار، خلنا نروح لنقطة الأسرار، واللي أنا ما أعرف إذا المصورين المحترفين أمثالك حقيقة أكيد لديهم أسرار في
التصوير، في احترافية التصوير، في الأمور اللي مثل هذه. لكن شو الأسرار اللي ممكن أنها تضمن النجاح في عالم التصوير؟ التغذية البصرية. التغذية البصرية عامل أساسي في كل شيء. اليوم إذا أكثر سؤال الواحد يسألني، أنا كيف أقدر أصير مبدع أو كيف أطور من مستواي؟ دائما انظر للليفل اللي أعلى منك، تعلم من الناس المتخصصة في المجال هذا. الله سبحانه وتعالى خلق وفرق، في ناس عندها رؤية فنية أنت ما تقدر تتخيلها، خاصة في موضوع المونتاج والتصوير. يعني لازم يكون عندك مبدأ التصوير للمونتاج، مش أنك تصور بطريقة عشوائية بعدين تجي على وقت المونتاج تجمع وتقول خلاص أنا بحب يطلع عندي فيديو. لا، هو الموضوع عبارة عن قصة أنت ترويها. إبداعك يبين في طريقة العرض. كنا دائما نقول شو هو الفيديو؟ عبارة عن شو؟ عبارة عن فكرة وتصوير ومونتاج. لكن اللي أهم من هذا كله طريقة العرض، كيف راح تقدمها؟ طيب كيف أطور طريقة العرض مالتي؟ بالتغذية البصرية، بالممارسة، بتجربة أشياء جديدة، اتباع الذكاء الاصطناعي الحين دخل في المجال بقوة، اتباع الكاميرات تحدثت، التطورات اللي قاعدة تصير فيها. لازم أنا أكون مطلع وأحاول دائما كل ما أشوف نفسي وصلت لمرحلة نجحت فيها، لا أشوف شو اللي بعدها، أنا أشوف كيف ممكن أطور فيديوهاتي. وهو مجال بحر يعني، وأي شيء تتخيله تقدر تسويه بالفيديو. جميل جميل. طيب أنت ما شاء الله عليك أيضا منصور، شاركت في عملية الفارس الشام في سوريا أثر الزلزال، حدثنا عن هذه المشاركة وأهميتها حقيقة بالنسبة لك. يمكن الله وفقني وكنت محظوظ أن تم اختياري لعمل أو توثيق عملية الفارس الشام في سوريا. تم ترشيحي من هناك، من مجموعة من الناس موجودين في عملية الفارس الشام، وبعد الاطلاع على أعمالي تم استدعائي ومخاطبتي أني أتوجه لسوريا. وأول ما وصلت عند المسؤولين في عملية الفارس الشام سألوني، قالوا لي شو ممكن تقدم لنا؟ قلت لهم شو اللي تبونه أنتم بالضبط؟ قالوا لي إحنا نبغى نوثق جهود الدولة في أثناء عملية الفارس الشام. فاقترحت عليهم أنه يكون توثيق للجهود زائد الأثر اللي صار بعد ما يعني الدولة قدمت جهود، قدمت إمكانيات جبارة، احنا لازم نلمس بعد الأثر. فطلبت مجموعة مشاهد أني أروح لأماكن معينة بحيث أنه يكون عندي رؤية متكاملة في الفيديو، أنه صار الزلزال وجاءت الدولة وقدمت الإعانات وقدمت المهام المطلوب منها، وإحنا في النهاية راح ننقل الأثر على الشعب السوري. حاولت في الفيديو أني أنقل الحنية، مشاعر الفرح، ما حاولت أني أنقل أي جانب سلبي. حسيت أن الشعب السوري محتاج يفرح، وكان الفيديو هذا فرصة كبيرة لي أني أقدم شيء مختلف. والحمد لله الله وفقني وقدمت لهم 3 فيديوهات، توثيق عملية الفارس الشام في 70 يوم، وعملية الفارس الشام في 100 يوم، والفيديو الختامي اللي كان عملية الفارس الشام في سوريا وتركيا. الحمد لله. الحمد لله، الله يوفقك إن شاء الله دائما وأبدا. ما شاء الله عليك، حصلت على العديد من الجوائز والتكريمات والجوائز المجتمعية تحديدا خلال مسيرتك. كيف أثر هذا التكريم أو هذه التكريمات على مسيرتك منصور، وشو تعني لك حقيقة هذه التكريمات؟ لما نذكر تكريم تعدالها كلمة تقدير، والتقدير شيء أساسي في حياتنا، حتى في بيتنا، في دوامنا، في أي مكان، كل ما نحصل فيه تقدير نحس بالراحة ونقدم أكثر. فلما أنا أتكرم من أي جهة بناء على عمل أنا أو جهد سويته، هذا يعطيني حافز. بالعكس، أنا أوجه الشكر لكثير من الجهات، والحمد لله دولتنا داعمة، والتقدير في كل مكان، سواء في الجهات الحكومية، في الفرق التطوعية، حتى مرات المبادرة، حتى في ناس بروحهم يكرمون مجموعة ناس يسوون مبادرات. فيعني إحنا محظوظين إن عندنا فئة من الناس، وسواء في القطاع الحكومي أو المؤسسي، تقدر وتمنح جوائز وتخصص أيام للتكريمات وهذا. والحمد لله الله وفقني، وكان لي جزء من عشت جزء من هالتكريمات، وكان لها دور كبير في إني أستمر يعني. ما شاء الله عليك منصور، وأيضا ما شاء الله حصلت على المركز الأول في مسابقة فزع، فخبرنا عن هالمسابقة وعلى حصولك على المركز الأول. لما أعلنوا عن الجائزة لما أعلنوا عن المسابقة، كثير من الناس أرسلوا لي على إنستغرام شارك. والأمانة كانت المسابقة بعيدة عني في عجمان، وما
ما كنت حاط ببالي اني بشارك فعلا، الا انه يوم الاعلان انا تابعت الحساب الخاص بفزعه. فزعه نعم. ايه وصادف اني هذاك اليوم كنت في دبي. لما شفت ان اليوم اول يوم المهرجان قلت خليني اروح اشوف المهرجان. فرحت شفت المهرجان وقعدت مع المسؤول الاعلامي اللي هناك وشرحت له اني ابغى اشارك في المسابقه وهذا وشو التصريحات اللي انا ممكن احصل عليها. والحمد لله الله وفقني من بين تقريبا 45 شخص اخذت المركز الاول. ما شاء الله عليك، كفو عليك، ما شاء الله عليك. ايضا حصلت على المركز الاول لافضل فيديو توعوي خلال جائحه كورونا. هذه الجائحه اللي طبعا رمت بظلالها على العالم كله. شو محتوى هذا الفيديو وخبرنا عنه، كيف حصلت على المركز الاول فيه؟ طبعا فترة كورونا كانت فترة استثنائية، وسبحان الله في ناس استغلوها بطريقة صحيحة وطوروا نفسهم. أنا عشت نجاح كبير في فترة كورونا، جزء منها كنت أشارك في كل المسابقات، يعني فزت تقريبا بخمس مسابقات ومن ضمنها المسابقة هذه. كنت أبحث عن المشاركات اللي تقدم لي إضافة وتطور مستواي في التصوير. فلما صارت جائحة كورونا عرضت جمعية مجلس السفراء الإمارات على المسابقة هذه على مستوى الإمارات، ويتني فكرة في بالي وطبقتها الحمد لله، وكان في ناس متعاونين معي الممثلين. حلو لعب دور المخرج والمصور والممثل في كل شيء، يعني كان في شخص ساعدني في التصوير، كانت تجربة حلوة بالنسبة لي. للأمانة ما كنت حاط 1% إني بفوز، شاركت لمجرد المشاركة والحمد لله الله وفقني وفزت في المركز الأول. الحمد لله رب العالمين. طيب كيف منصور يمكن لورش وتدريب الفيديو أن تساهم أيضا في تطوير المهارات، وشو الاستفادة اللي ممكن نتحصل عليها المدربين؟ اليوم الورش هذه كثيرة ومراكز التدريب هاي كثيرة ومعاهد التدريب هاي الخاصة بهالتحديد الموضوع هذا كثيرة، بس هل فعلا منصور اليوم أنا يوم بروح معهد تدريب التصوير الفوتوغرافي مثلا أو تصوير الفيديوهات راح أستفيد فعليا، أو أم أن أرض الواقع هي اللي راح تفيدني أكثر أنا إني أخذ كاميرتي معاي وأروح وأدخل في 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 محض هذا العراق مثلا؟ وين الفائدة حقيقة؟ شوف التدريب بحر بشكل عام، وأنا أعتبر أن المدرب هو 90% من المادة. بمعنى المعلومات موجودة في كل مكان، المعلومات والأشياء أنت ممكن تتعلمها وتاخذ كل شيء موجود في النت، ولكن في أسرار للمدرب نفسه زائد أسلوبه في عرض المادة. يعني لازم يكون المدرب حريص أولا يستهدف جمهور معين. يعني أنا كشخص أدرب في التصوير أحاول دائما أنشر في أول جملة أقولها لعشاق التصوير، يعني ما أريد أي شخص يحضر الورشة غير الشخص اللي فعلا ملم بالتصوير أو له رغبة في التصوير. يعني هذا جزء، لأنك أنت بتتكلم في أشياء هم يبونها، زائد أن المدرب اللي يقدم عنده أسراره الخاصة. أنا أول مادة سويتها في التدريب ما كان لها أي مصدر، كلها عبارة عن خبرة أنا عشتها وتجارب وأشياء مرت علي وكيف تعاملت فيها وكيف تخطيتها وكيف أنا أقدر أروي الناس أن أنت ممكن في أثناء الفعاليات أو تصوير الأشياء الأمور اللي تحصل لك كيف تقدر تتخطاها وكيف تقدر أنك تبرز فيها وتقدم مستوى طيب. نعم. طيب أنت ما شاء الله تقوم أيضا بتنظيم ورش تصوير وتدريب ما إلى ذلك، يعني شو الصعوبات اللي واجهتها منصور من خلال هذا العمل؟ كتدريب بشكل عام كانت البداية صعبة لي كمدرب، التوتر اللي يصير في الورش تقريبا، ولكن بعد ما تمكنت الحمد لله صارت المادة سهلة جدا. لقيت دعم كبير من الجهات، المادة مرغوبة، ولكن الصعوبة الكبرى كانت أني المجال هذا مفتوح لجميع فئات السن سواء كبار أو صغار، فكنت أنقل المادة للكبار بطريقة وللصغار بطريقة مختلفة، فكنت أحاول دائما أبسط الموضوع للصغار، يعني الفئة اللي هم من تحت تنزل لهم تحت 15 سنة وتطلع للناس الكبار لهم مصطلحات معينة، فهني كنت أحاول أوازن. في البداية كان صعب الموضوع علي، ولكن بالتمرس والتدرب والاحتكاك يصير الموضوع بسيط جدا، وخاصة إذا أنت عندك يعني يمكن أربع، أنا عندي أربع مواد فمتمرس فيها يعني خلاص، وقدمتها يعني فترة طويلة يعني الحمد لله. نعم أكيد. طيب نصيحة يعني توجهها ل
لمن يرغب حقيقة يعني خوض غمار تجربة تصوير، تصوير الأفلام. شو هي نصيحتك؟ الشغف، لازم تحب الشغلة، لازم تأخذ الموضوع بحب. أنا مرة يعني أنا جزء من شغلي، أنا مستحيل أقدم عمل إلا إذا أنا مقتنع فيه إن أنا راح يضيف لي إضافة ويضيف للجهة اللي بشتغل معاها. أنا كانت وجهة نظري إني أنا مستعد أدفع للشخص اللي بيخليني أصور المكان هذا، لأنه راح يقدم لي مكان أنا بطلع طاقتي فيه. فلازم يكون عندك شغف، لازم يكون عندك حب، لازم يكون عندك اطلاع في الموضوع، مواكب. في جملة دائما أقولها، ما في شيء اسمه احتراف في التصوير، لازم يكون عندك أدوات تساعدك في الاحتراف، لازم يكون عندك تكون ملم بالأدوات هذه، كيف تستخدمها، كيف تتعامل معاها. الموضوع مش أنا أبغي بس، لازم أشتغل على عمري، وخاصة أن مجال متطور وبسرعة. اليوم الكل معاه تلفون، في مقولة يقول لك الكل أصبح مصور لأنه حامل جهاز ذكي. فأنت كيف تفرق؟ 99 من استخداماتنا صارت في هواتفنا عبارة عن فيديوهات. فإذا أنت تبغى تتميز لازم يكون عندك طريقة عرض مميزة ومبتكرة، وهذا ما يجي بسهولة، لازم تشتغل على عمرك ولازم تكون ملم ومحب للموضوع. طيب منصور، اليوم إذا أنا أبغي أدخل هذا الغمار وأخوض هذا الغمار، هل يجب علي مثلا أني أنا بغض النظر أني أنا أتدرب وإذا ذلك، ولكن أروح أشتري معدات؟ يعني في من الناس تقول لك يا أخي شوف، تبقي تصويرك يكون احترافي، تأخذ الكاميرا اللي بعشرين بثلاثين ألف بأربعين ألف مش عارفه، لأنك إذا خدت الكاميرا اللي هي مال بو 2000 وبو 3000 هاي ما راح تعطيك جودة عالية. الموضوع هذا أو النقطة اللي تثار فيها الموضوع، شو ردك عليها أنت؟ والله بالنسبة لي هو لازم يكون في تسلسل في الموضوع، يعني هي في النهاية أداة، تصوير سواء كاميرا أو تليفون هو أداة. أنت لازم تكون عندك رؤيتك الفنية، حتى لو عندك كاميرا بخمسين ألف وما عندك رؤية فنية وما تعرف تستخدمها بالطريقة وما عندك نظرة إبداعية في الموضوع، ما راح تقدم حتى لو الكواليتي حلو. الناس ملت من الطريقة التقليدية في نقل الفعاليات، الناس دائما تحاول تجذب، يعني لازم يكون عندك أدوات مساعدة مثل الساوند إفكت، الشغلات هذه. مش أني أشتري كاميرا بس وانتهى الموضوع، حتى لو الكاميرا غالية وهذا. فأنا دائما أقول ابدأ حتى لو بتلفونك، لأن في النهاية هذه كاميرا، من تشوف نفسك متطور في الموضوع هذا أنت بروحك راح تكتشف أنه تبغى، لا تقول هالكواليتي مش المناسب لي، لازم أطلع ليفل أعلى بالضبط. لازم أجيب كاميرا أعلى. صحيح. فالموضوع تدريجي، لكن الأساس واحد هو طريقة الاستخدام. الكواليتي راح توصل له وراح تحصل عليه. الكواليتي هو عبارة عن مادة، ولكن الإبداع لا يقدر بثمن. لو عندك تلفون، لو عندك كاميرا بسيطة، بس مدام عندك الرؤية الفنية وعندك، أنت ممكن تشتغل مع ناس عندهم كاميرات إذا عندك الرؤية الفنية. في النهاية أنت توصل فكرتك، الفكرة هي دائما الصعبة في الموضوع، أو طريقة العرض خلنا نقول. فالأداة هي مجرد أداة تتدرب عليها، وإذا تيسرت أمورك تقدر تأخذ اللي أنت تباه، والموضوع موضوع مادي في النهاية يعني. صحيح. نعم، يعطيك العافية. حقيقة اليوم يعني أنت عجبتني ثقتك في نفسك منصور، ما شاء الله، هدوءك، ركاستك، وواثق في نفسك، واثق في ما تعمل، واثق في ما تفهم فيه، ما شاء الله عليك. فاليوم أسعدتني تواجدك، اليوم أسعدني. شكرا طبعا لتلبيتك الدعوة بتواجدك معي اليوم في استوديو الفجيرة تجمعنا. أكيد أتمنى أن يكون لقاءات قادمة، مش لقاء واحد إن شاء الله. الأستاذ والمصور والفنان والمبدع منصور المنصوري، شكرا جزيلا لك على تواصلك معنا اليوم. الله يطول عمركم، وشاكر لكم، وسعيد جدا بالاستضافة. الله يسلمك يا رب. تسلم، الله يحفظك.